لوب مع دكتورة جوسلين ساسين، اختصاصية بأمراض الأمراض الداخلية وأمراض الرئة عبر تطبيق زوم. صباح الخير دكتور ساسين. صباح الخير ماجي، شو رجعت الشتوية اليوم؟ رجعت الشتوية اليوم، ايه حلوة حلوة، لازم حلوة تشتي ايه بعد أكيد. شوي. دكتورة ساسين، يوم عم نحكي عن أمراض الغدة الدرقية، يعني شو هي هالغدة، وين بتكون بجسمنا، لأنه بنعرف أنه في أنواع من الغدد بتأثر على كتير أعضاء بجسمنا، وشو كمان الأمراض المتصلة فيها. خلينا نحددها أول شيء، يعني بنسمع كتير عندي غدة، شلت الغدة، عم بعاني مثلا من مشاكل لأنه عندي غدة، شو يعني؟ صح، مثل ما قلتي ماجي، الغدة الدرقية هي نوع من أهم الغدد الصماء الموجودة بالجسم، وهي موجودة بالرقبة، موجودة على شكل فراشي، يعني إلى لوب هالميل، ملت يمين لوب ملت شمال، وبيتصلوا مثل بهيك جسر صغير بالنص، مشان هيك بيبقى شكلها مثل شكل الفراشي. وهي غدة جدا أساسية للجسم، لأنه هيدي الغدة مسؤولة عن، إذا بدك، وظائف عدة بجسم الإنسان. هي مسؤولة كمان عن عملية الحرق أو الميتابوليزم، حرق السكريات، مسؤولة عن نشاط القلب، نشاط الدورة الدموية، نشاط الجهاز الهضمي، الأعضاء التناسلية، عدة وظائف بالجسم. يعني كل، إذا بدك، عضو بالجسم بيتأثر فيها إذا كانت وظيفتها تأثرت، حتى الجلد، حتى الشعر، حتى الأظافر. من هون كتير مهم نعرف شو هن المشاكل اللي بيصيبوا هالغدة، وكيف بيتعالجوا. نعم، منقول أوقات مثلا حدا عنده غدة بيكون بعمر صغير، حدا بعمر كبير بيقول شايل الغدة من زمان وبياخد أدوية تفعل فعل يمكن الغدة، في عمر للإصابة أو لتضرر الغدة؟ ما في عمر معين، ولكن في ناس أكثر عرضة للإصابة من غيره. مثلا سيدتنا أكثر عرضة للإصابة بمشاكل الغدة من الرجال، ولكن الغدة ممكن حتى تصيب الولد من هو وأول ما يخلق. يعني مشان هيك أوقات نعمل فحص الغدة لحديثي الولادة، ولكن أكيد يعني المشكلة أكثر شيوعا عند البالغين. هلأ بينقسموا أمراض الغدة إجمالا لقسمين، قسم بيكون فيه خمول بالغدة، أو بنقول له هايبوتيرويدزم، لأنه الغدة الدرقية هي اسمها تيرويد باللغة الأجنبية، وكثير من الناس بيعرفوا أنه هيدي تيرويد، بيحكوها يعني باللغة العامية، بيعرفوا أنه التيرويد هي الغدة الدرقية. فلما هالتيرويد بخف نشاطها بصير في خمول، بنقول له ايبوتيرويديز. العوارض بتختلف عن وقت نشاط الغدة بيكون زايد، الايبرتيرويديز، وكمان طريقة الأسباب بتختلف وطريقة العلاج بتختلف. خلينا إذا بدك نبلش بالخمول يلي هو أكثر شيوعا. لما الغدة بيكون عندها خمول، شو معناتها خمول؟ يعني الهرمون الأساسي اللي بتفرزه الغده الدرقيه او التيرويد لحتى مثل ما قلنا يقوم بكل هالوظائف اللي قلنا عنها، وظائف التيرويد، ببطل موجود بشكل كافي، يلي هو هرمون التي اس اش، نحن بنقيسه بالدم، وكثير ناس بتعرفه وبنطلبه بالفحص الدوري اجمالا، وبنكتشفه اوقات عن طريق الصدفه، لانه الاشخاص او ما بيكونوا حاسين عوارض، او اذا بتكون العوارض شوي خفيفه بعدها منهم كثير منتبهين انه هيدي لازم يروحوا يستشيروا طبيب كرمالها. سو لما يكون عندنا خمول بالغده بصير في عندنا تعب، بصير في عندنا خمول، بصير في عندنا عدم تركيز، بصير في عندنا، اذا بدك، الشعر بصير هيك جاف وخفيف، بصير في عندنا الجلد كمان بتبطل هيك عندها نضارة، نبضات القلب بيصيروا أبطأ من العادة، وبيصير في بعض الأحيان أو بمعظم الأحيان حتى بيصير في عنا زيادة بالوزن، حتى الشخص بيكون عم بيقول أنا ما عم باكل كتير بس وزني عم بيزيد. بعض الأشخاص بيوعوا عندهم انتفاخ بالوجه، تورم حوالي العيون، وبالحالات القصوى كمان بيصير في تورم بكل الجسم. نعم. هلأ في عندها أسباب دكتورة ساسين، يعني عرفنا عوارضها، وفي كتير ناس بيكتشفوا من إما ضعفهم الزايد، أما نصحتهم أنه عندهم يا خمول يا يعني نشاط أكتر بالغدة، هل عندها أسباب الخمول؟ صح، هي خمول الغدة أكيد في له أسباب.
الأسباب أوقات بيكون راجع لنقص اليود بأكلنا اليومي أو بغذائنا اليومي، ونحن عايشين بمنطقة بيكون عندنا الملح ما فيه كتير يود، ما بناكل كتير أثمار بحرية أو بنظامنا الغذائي يعني اليود خفيف، وبالتالي هالغدة بتصير تتضخم، بصير في شيء اسمه جواتر. هلا هالجواتر أوقات بيترافق مع هرمون ضعيف وأوقات لا. إذا كان الهرمون ضعيف هون بيتم علاج الشخص بانه نعطيه حبوب الهرمون اللي بتعود عن الهرمون اللي ما عم تفرزه الغده. اوقات بيكون الغده تصاب بمشاكل مناعيه مثل الهاشيموتو ديزيز، يعني نوع من المرض اللي بنقول له اوتو اميون، هو يعني اذا لا. بدك المناعه تبع الجسم بتوجه الاجسام المضاده تبعيتها تجاه هالغده، وهيدي اوقات بنشوف بالعائله عده اشخاص مصابين بهالمشكله هيدي. نعم. وأوقات بيكون في فيروس معين يعني تصاب في الغدة بتؤدي إلى أوقات نشاط مفرط، ومن بعد النشاط المفرط بيصير فيه خمول بالغدة. فالأسباب بتتعدد يعني، وهون العلاج بيكون حسب السبب، ولكن بمعظم الأحيان بنعطي الحبوب اللي بتحتوي على هرمون الغدة اللي هن كل الناس بتعرفه التيروكسين يعني. صحيح. هيدا الشيء بنكتشفه دكتورة سيسين دايما بالفحص الدم، يعني هيك بنعرف. صحيح 100% معجي، بنعمل فحص الدم مثل ما قلت لك، اوقات بنكتشفه بالصدفه اوقات بنطلبه لانه المريض عنده عوارض، وبنشوف حسب فحص الدم كمان بنلجا ل فحوصات اخرى لحتى نتاكد انه ما في نوديول على الغده، او بنقول لهم بالعربي العقد يعني. نعم. نوديول معين تنشوف شكله، واذا هالنوديول بده متابعه ولا بده استئصال ولا بده زرع. سو هون الطبيب اكيد بيقرر الديمارش اللي لازم تنعمل حسب فحص الغده وحسب فحص الدم اكيد، وحسب الكونتكست تبع المريض كله سوا، وحسب التاريخ المرضي بالعائله كمان. نعم. اذا كان العكس في افراط بنشاط الغده، كمان شو هي هالعوارض يلي بنحسها، وهل بالضروره هالنشاط يعني يكون علاجه اوقات يعني او اي متى بيكون علاجه الاستئصال؟ صحيح. لما يصير في افراط بعمل الغده او الايبرتيرويديز بصير الهرمون تبع الغده كثير عالي بالجسم، وبالتالي هذا بيؤدي الى تسارع بنبضات القلب، الى خساره الوزن بالعكس يعني بيكون في فقدان يعني عكس العوارض الاولى اجمالا. صح، مش فقدان شهية، بيكون شهية طبيعية ولكن الشخص بيخسر وزنه، بيهر شعره، بيتكسر ضفيره، كمان الجلد بيتعب، في تعرق شديد، الناس ما بيقعدوا يتحملوا الحر يعني، أو حي الشوب الطبيعي بيكون في كتير ناس يعني طقس طبيعي ولكن هن بيكونوا حاسين بشوب مش طبيعي، بعكس الغدة بيحسوا ببرودة أكثر لما الغدة بتكون عندها خمول. فهدول من العوارض اذا بدك عكس تماما الخمول الغده. وهون كمان الاسباب في عنا، يا بتكون الغده مصابه بمشكله كمان مناعيه من الا الجريفز ديزيز، يعني الغده كلها مصابه بهالمشكله المناعيه وما بيعود في انتظام بعملها، بتصير تفرز زياده عن اللزوم، او بيكون في عنا كمان بعض النوديول اللي بيفرزوا كمان هرمونات، وهون هدول النوديول اكيد بدهم ايكو لنعرف شو نوعيتهم وإذا لازم نعمل لهم فحص ولا لا. وكمان أوقات بيكون في فيروس معين أصيبت فيه الغدة كمان بيؤدي إلى نشاط مفرط ببعض الأحيان. وكلهم هيدول دائما نحن بنعالج بالأول بالأدوية ماجي لحتى نسيطر على الغدة، وإذا بالأدوية ما قدرنا نسيطر على هالإفرازات الكبيرة للغدة في العلاج الشعاعي، وبعض الأحيان بنلجأ للعلاج الجراحي طبعا إذا ما قدرنا نسيطر على الغدة بالأدوية. لا. نعم. بيقولوا دكتور سيسين أوقات أنه بس تستأصل الغدة بالجراحة بينترك منها شيء أو تستأصل كلها، يعني بنسمع كتير بهالمقولة، شو أهمية أنه ما تستأصل كلها؟ هلا هي اجمالا ما بتستأصل كلها لحتى يضل في عنا يعني التيسيو من الغدة موجود تيضل يفرز
هالهرمون، ولكن بمعظم الأحيان بنلجأ لأنه استئصالها كلها، والشخص بيقدر يعيش طبيعي من بعد ما نستأصل الغدة، على شرط أنه يتناول الحبوب اللي بتحتوي على الهرمون اللي بتفرزه الغدة مدى الحياة. نعم. ما في الشخص أبدا يوقف هرمون الغدة لأنه يرجع يصاب بنفس العوارض تبع خمول الغدة ولكن بدرجة أكبر. نعم. فالأشخاص لما نشلهم الغدة نحن بنعطيهم الهرمون الغدة وبنصير نتابع الفحوصات لحتى نعرف شو هي الدوز المناسبة هالشخص، لأنه مش كل الدوز تبقى هي ذاتها عند كل الأشخاص حسب التران تبع كل شخص. في أشخاص مثلا عندهم أمراض قلب خطيرة ما بنقدر نعلي لهم الدوز كثير لأنه الهرمون اللي بنعطيه بيصير كمان يعطي تسارع بنبضات القلب وبيأثر على القلب. فالهرمون الغدة ما في يتناوله الشخص من تلقاء نفسه أو باستشارة الصيدلي، لأنه تاريخ المرض تبع المريض كثير بيحدد كيف الكمية اللي بتنعطى وعدد الأيام اللي بينعطى فيهم هالهرمون. نعم. هيك سؤال كمان سريع بعلاقة بعض الأمراض بالغدة، يعني منشوف أوقات أنه في أمراض يعني تصيبنا منكتشف أنه سببها إما النشاط المفرط للغدة إما يمكن خمولة، وقدي هالشي شفناه بكورونا. صحيح، بدي أقول أنه كورونا من الأمراض أو من الفيروسات اللي ممكن تأثر على الغدة، وشفنا عدة مرضى من بعد ما يصحوا من الكورونا بيجوا لعنا عندهم إذا بدك شوية حرارة، عندهم وجع بس يبلعوا، بفكر حاله المريض أنه مصاب بفيروس معين أو التهاب بالزعيم، وهي بتكون الغدة التهبت أصيبت ومن الفيروس الكورونا، وكمان هذا الشيء بيأثر على وظيفتها. وهذا كنا نشوفه كمان مع بعض أنواع الفيروس الريسبيراتوري اللي كنا نشوفهم قبل الكورونا. يعني هذا الشيء موجود وشفناه مع كورونا، وهون بيتم العلاج ببعض الأدوية، ممكن الأنتي أفلاماتوار، ممكن الكورتيزون، وممكن كمان يكون في عنا إذا بدك نشاط مفرط بعض الأحيان نضطر نعطي فيه أدوية تانية. هلأ بالنسبة للنشاط المفرط نسينا نقول أنه بعض الأشخاص بيجي عندهم ماجي عرض كتير مهم نحكي عنه، هو جحوظ بالعينين، يعني بيكون العين طالعة شوي لبرا، هذا بدل على أنه إذا بدك الإفراط بعمل الغدة صار له فترة موجود وصار بمرحلة خطرة لازم يتعالج بطريقة جدا فعالة حتى هالجحوظ ما يزيد مع الوقت، لأنه ممكن المريض يوصل لمرحلة ما بيعود يقدر يسكر عيونه بشكل جيد هو ونايم، وبالتالي العيون تصاب بنشاف، والنشاف بيؤدي الى كونجكتيفيت والتهاب بالعيون واحمرار، وبصير المريض بيضطر ياخذ ادويه للعيون كمان مدى الحياه. سو بدنا ننتبه لهالعارض كمان، هذا ممكن يكون من عوارض النشاط المفرط للعمل الغدي. نعم، وخطير كمان يعني بنفس الوقت. وخطير. صح. كمان بسؤال بعد بالأخير، هل ممكن الوقاية من أمراض الغدة أم ما بنقدر نتوقع؟ لأنه مثل ما ذكرت في بعض الأسباب وراثية، في أسباب ما بنعرف ليش بخف نشاطها أو بيزيد. إجمالا ما عندنا وقاية معينة لأمراض الغدة الدرقية، لما تحصل بدها تحصل، بس أهم شغلة التوعية، نعرف إنه هالعوارض اللي ذكرناها إذا بحس فيها المريض لازم يتوجه عند الطبيب لحتى يعمل الفحوصات اللازمة لحتى يتم العلاج من الأساس، لأنه كمان ما ننسى إنه الغدة كمان تصاب ببعض الأورام، ولكن لحسن الحظ معظم الأحيان بتكون أورام حميدة، وبعد ببعض الأحيان بتكون الأورام غير حميدة، ولكن إذا اكتشفناها دغري كمان يتم علاجها. وبدي أقول كمان أنه الأورام الغير حميدة بالغدة هي ما بتشبه الأورام الغير حميدة ببقية الجسم، يعني معظم الأحيان علاجها بيكون فعال وما بتأثر على إذا بدك الأعضاء الأخرى، يعني ما بتنتشر عمر الإنسان، ما بتنتشر بشكل خطير. صحيح. نعم. شكرا دكتورة جوسين ساسين، كتير مهم الموضوع، لازم ننتبه لهالعوارض يلي أوقات ما منفكر أنه هي سببها هو إما نشاط مفرط إما كسل بالغدة الدرقية اللي هي من أهم الغدد بجسمنا مثل ما ذكرتي. منشوفك الأربعاء الجايين على رد.